بناشد الصليب الاحمر انه يقف مع اسرانا، انه الملابس الداخليه تمرق، انه اولادهم كمان يزوروا. يعني انا كنت اربعه ما يشوفوش ابوهم، لما خروجوا من السجن ما عرفش منهم اثنين. بناشد الجميع انه يقف معنا وقفه، انه يفرج عن اسرانا، وان شاء الله يا رب ربنا يفرج عن اسرانا وينبسطوا زي ما انبسطت ويفرحوا زي ما فرحت ان شاء الله يا رب عن قريب. يا جاب الميه.